نتجنبوا صافي التشافي وتبين يخرجوا من المستشفى بعد ديال تحليلات سلبيه لان زعما تشافوا المرض، وهذا واحد المؤشر جد ايجابي الا اننا كنزيدوا المقاتلين انهم يبقاو في الكيورو لان الطاقم ديالهم في الكيورو كيعاونوا الطاقم الطبي باش يدير الوظيفه ديالو على احسن وجه. الحالات اليوم حنايا في واحد المنحنى اننا نتمنوا على الله من هنا لاخر ديال الشهر نسمعوا اخبار جد ساره اللي غتمكننا باش اننا نقطعوا واحد المشوار كبيره في القضاء على هذه الجائحه. ولكن الهدف اللي باغي نوصلوه هو ان المواطنين لحد الان كيبقاو في الكيورو ما حد هذا المشكل كاين باش يحافظوا على صحتهم وباش يعطيو فرصه للطاقم الطبي انه يؤدي الوظيفه ديالو في احسن على احسن الوجه. شكرا لكم. الدكتور الطبي وشركه الطبيه الاداريه يعني مستوى عالي لا خبره عاليه الحمد لله. الامس القريب كانوا 4 غادي نشرو اليوم 11، نتمناو اللائحه تطول ان شاء الله حتى يغادر كل شيء هذا المستشفى وهم في صحه جيده. نتمناو المغاربه صحه جيده، نزيد نصح المغاربه باش يلتزموا بالمنازل ديالهم يبقاو في هذه الظروف اللي كيمر بها المغرب. هي الحقيقه ظروف صعبه، ولكن الحمد لله من فراغ كيبان اننا نصبروا باش يمكننا نقضيو على هذا الوباء هذا في اخر الوقت. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.